الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي في مدارس المنتزه الخاصة، إن شاء الله هنشرح النهاردة مادة الرياضيات، ومعاكم ميس نجلاء فوزي. هنبدأ معايا يا حبايبي النهاردة أول سؤال معانا، يجي يقول لي إيه أوجد الناتج. طيب الناتج ده معنى ايه؟ اوجد ناتج يعني ايه؟ يعني بتجيب لي مسائل يا اما جمع يا اما طرح. هناخد اول مسائل معايا بتقول لي ايه، 4 زائد 3. احنا قلنا اول حاجة هنعمل ايه، هنبص على العلامة. ده العلامة هنا بتقول لي زائد، يبقى 4 زائد 3، 4 في مخي و3 على ايدي، وعد بعد الـ4 5 6 7. برافو. طيب تاني واحدة بيقول لي 9 زائد 0، اول ما اشوف الصفر وانا مغمض على طول يبقى الصفر ولا بيزود ولا بينقص، يبقى 4 زائد 9 زائد 0 بيساوي 9 زي ما هي هتنزل. طيب 6 زائد 1، هنا بيقول لي 6 زائد 1 بعد الـ6 على طول، ده 1 بس، يبقى بعد الـ6 7. برافو. 3 زائد 5، يبقى 5 في مخي و3 على ايدي، وعد بعد الـ5 6 7 8، يبقى 5 زائد 3 هيديني كام؟ 8. اخر واحدة هنا بيقول لي 4 زائد 4، يبقى اي رقم هحطه فيهم هما 2 زي بعض، يبقى احط الـ4 في مخي و4 على ايدي، بعد الـ4 5 6 7 8، يبقى 4 و4 كام؟ 4 زائد 4 يساوي 8. طيب اوجد الناتج جايب لي المسائل التانية. بيقول لي ايه، 9 ناقص 4 بيساوي ناقص، يبقى ناقص يعني ايه؟ هنقص. برافو عليك. طب احنا كنا قايلين في الطرح هنعمل ايه، هعد من الصغير لحد ما اوصل للكبير، الصغير كام؟ 4، وعد من الـ4 لغاية ما اوصل للـ9، بعد الـ4 5 6 7 8 9، طلعوا كام على صوابعي؟ 5، يبقى 9 ناقص 4 بيساوي كام؟ 5. تاني مسألة بيقول لي 2 ناقص 2، انا معايا 2، طب انا خدتهم الـ2 وخلص وشلت الـ2 منهم، هعد مفيش حاجة تاني. طيب يبقى 2 ناقص 2 يبقى كام؟ فاضل معايا حاجة؟ لا مفيش حاجة تاني، يبقى 2 ناقص 2 بيساوي 0. 6 ناقص 4، هعد من الـ4 لغاية ما اوصل للـ6، بعد الـ4 5 6، لقيت 2 طلعوا معايا على صوابعي، يبقى 6 ناقص 4 يساوي كام؟ 2. تالت واحدة بيقول لي 4 ناقص 2، 4 هنقص منهم كام؟ هنقص منهم 2. طيب هعد من الـ2 لغاية ما اوصل للـ4، بعد الـ2 3 4، طلعوا كام على ايدي؟ 2، يبقى 4 ناقص 2 بيساوي كام؟ 2. اخر واحدة هنا بيقول لي 5 ناقص 4، يبقى هعد من الـ4 لغاية ما اوصل للـ5، شطار، يبقى بعد الـ4 5، بقى طلع كام على على ايدي؟ طلع معايا 1 بس، يبقى 5 ناقص 4 بيساوي كام؟ 1. يبقى هي دي المسائل بتاعتي، لو جات لي يبقى معروف اوجد الناتج يعني ايه، المسألة يا اما جمع يا اما طرح، يا اما هزود يا اما ايه، يا اما هنقص. عندي هنا سؤال تاني بيقول لي ايه، اكتب العدد بالايه، بالحروف. يبقى السؤال هنا بيقول لي اكتب العدد بالحروف، اكتب العدد بالايه، بالحروف. جايب لي ارقام، جايب لي الاعداد هنا بالرقم وعايزني اكتبها له بالحروف اللي هي الف باء تاء. طيب عندي اول رقم معانا او اول عدد معانا هو ايه، 0، جايب لي 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، دي كل الايه الاعداد او الارقام اللي مطلوب مني ان انا اكتبها في الترم الاول. طيب عندنا هنا الصفر، فاكرين الصفر احنا كنا بنقوله كام؟ يلا نكتب مع بعض كده، صاد فاء راء صفر، صاد فاء راء صفر، شطار. طيب هناخد رقم تاني، 1، يلا نكتب 1، واو ألف حاء دال 1. ناخد رقم تاني، 2، ألف ساء نون ألف نون 2. بعد كده عندنا رقم 3، يلا نكتب 3، ساء لم ألف ساء تاء مربوطة 3. الرقم اللي بعديه 4، يلا نكتب 4، ألف راء باء عين تاء مربوطة 4. بعديه رقم 5، يلا نكتب 5، خاء ميم سين تاء مربوطة 5. بعديه رقم 6، يلا نكتب رقم 6، سين تاء تاء مربوطة 6. هيجيب لي رقم 7 ويقول له اكتب 7 بالحروف، يلا نكتب س
سين باء عين تاء مربوطة 7. بعديه رقم 8، ممكن يجيب لي اكتب رقم 8 بالحروف، يبقى هكتب فاء ميم ألف نون ياء تاء مربوطة 8. آخر حاجة عندي هنا مكتوب رقم 9، يلا نكتب 9 كده، تاء سين عين تاء مربوطة 9، تاء سين عين تاء مربوطة 9. يبقى هي دي الأعداد بتاعتي بالإيه؟ بالحروف. لما يجي يقول له اكتب الرقم أو اكتب العدد، جيبهولي بالأرقام وعايزني أكتبهوله بالإيه؟ بالحروف. عندي سؤال هنا بيقول ايه، ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي، ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو ايه أو يساوي. يلا هناخد الأمثلة كده ونحل مع بعض. جايب لي 7 و5، احنا قلنا دايما بنحط العلامة على الرقم الايه الأول. السبعة دي يا ترى أكبر من الخمسة ولا أصغر منها؟ شطار، أكبر من الخمسة، يبقى 7 أكبر من ايه؟ من 5. تاني واحدة معايا بيقول لي 1 + 2 + 3، يبقى احنا هنا لما بنلاقي علامة زائد او علامة ناقص يبقى انا لازم احل الاول الايه اللغز بتاعي. ايه هو اللغز؟ يبقى انا لازم اجمع الاول الموجود قدام. احنا قلنا 1 + 2 بيساوي كام؟ 3. برافو عليكم، يبقى دي 3 ودي 3، يبقى كام؟ يساوي، برافو، يبقى دي 3 ودي 3، يبقى الاتنين زي ايه؟ زي بعض. يبقى لما الاقي عندي مسألة جمع ومسألة طرح، اجمع الاول واطلع الرقم فوق، او اطرح الاول واطلع الرقم ايه واطلع الرقم فوق. طيب تعالوا نشوف، ناخد واحدة تانية. جايب لي 3 و9، التلاتة دي يا ترى اكبر من التسعة ولا اصغر منها؟ برافو عليك، واصغر من التسعة، يبقى احط علامة ايه؟ اصغر من، يبقى 3 اصغر من ايه؟ من 9. عندي سؤال هنا بيقول لي ايه، رتب تصاعديا. رتب ايه تصاعديا؟ او من الاصغر للايه للاكبر. احنا عارفين الترتيب التصاعدي من الصغير للكبير. يلا تعالى نشوف الارقام اللي جايه معانا. جايب لي 7 و3 و8 و1، يا ترى اصغر رقم فيهم كام؟ برافو، الواحد. طيب الاصغر فين؟ التلاتة ولا التمانية ولا السبعة؟ التلاتة. وبعدها السبعة ولا التمانية الاصغر؟ السبعة. وبعدها باقي رقم ايه؟ التمانية. يبقى احنا كده رتبناهم من الاصغر للايه للاكبر، او ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، الاتنين ايه واحد. تعالوا ناخد واحدة تانية عكسها، اسمها ايه، رتب تنازليا من الكبير للصغير، او بصيغة تانية بيقولي من الاكبر للايه للاصغر. تعالوا نشوف الارقام الموجودة معنا. جيب لي رقم 5 و0 و7 و2، يبقى انا هبدأ بأكبر رقم فيهم. أكبر رقم هو كام؟ السبعة. شايفين انا كتبتها منين؟ من اليمين، ما ينفعش تكتبها منين؟ من الشمال، عشان لو كتبتها من الشمال هتطلع معاك المسألة خطأ. يبقى أكبر حاجة في الأرقام دي الايه؟ السبعة. بعدها الخمسة، برافو. بعدها الايه؟ الاتنين ولا الصفر؟ لا، الاتنين أكبر من الصفر. وبعدها آخر حاجة كام؟ الصفر اللي معانا. يبقى كده انا رتبت ترتيب تنازلي من الكبير للصغير. هناخد معايا سؤال اكمل. اكمل هنا جايب لي عدد من الاسئله واحنا ايه واحنا هنحلها. اول سؤال معايا بيقول لي اكبر عدد مكون من رقمين هو 99. تاني سؤال معايا بيقول لي 7 اكبر من، يبقى 7 اكبر من الايه الرقم الاصغر منها على طول، يبقى 6. برافو عليكم. بعدها بيقول لي الساعة بتساوي كام دقيقة؟ احنا قلنا الساعة فيها كام دقيقة؟ 60 دقيقة. السؤال اللي بعدها بيقول لي أصغر عدد مكون من رقمين، احنا قلنا يا شطار أصغر عدد مكون من رقمين هو 10. برافو عليكم. عدد أيام الأسبوع بيساوي 7 أيام. 7 ايه؟ 7 أيام. طب هنا بيقول لي 4 أصغر من كام؟ شاطر، برافو عليك، 9. طيب هنا بقول لي كام بيساوي كام؟ يلا اي ارقام احنا عايزينها، بس شرط يكونوا ايه؟ شبه بعض بالظبط، او يكونوا هما نفس الايه الرقم. ممكن ناخد اي رقم، 1 و1، 2 و2، 3 و3، 4 و4. احنا هنا جبنا 3، يبقى ايه اللي زيها؟ 3. برافو عليك، يبقى 3 بتساوي ايه؟ بتساوي 3. بيجي لي سؤال هنا وبيقول لي اكتب اسم الشكل. اكتب اسم الايه؟ الشكل. احنا عارفين الاشكال الهندسية اللي علينا واحنا اخدناها. يلا نشوف اول واحدة كده بيقول لي ايه. اكتب اسم الشكل. يلا هناخد اول واحدة. اسمها ايه دي؟ اسمها دائرة. يلا نكتب دائرة كده.
دال ألف همزة على نبرة راء تاء مربوطة اسمها دائرة. ناخد شكل تاني. الشكل ده اسمه ايه؟ مستطيل. اسمه ايه؟ مستطيل. يلا نكتب كلمة مستطيل. ميم سين تاء طاء ياء لام مستطيل. ناخد شكل تاني. مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. يلا نكتب مثلث. ميم ثاء لام ثاء مثلث. اسمه ايه؟ مثلث. ناخد شكل تالت اخير رابع اخير. مشهور ومعروف وشاطر وكلنا كلنا كلنا شطار فيه وبنعرف ايه وبنعرف نكتبه. يلا نكتب الشكل. اسمه ايه؟ مربع. ميم راء باء عين مربع. ودي اسمها الاشكال الايه؟ الاشكال الهندسية. بتجيلي مسائل احنا قلنا عليها اسمها مسائل لفظية او اسمها مسائل كلامية. ممكن يجي يقول لي مسائل لفظية او مسائل ايه؟ كلامية. وقلنا المسائل اللفظية عبارة عن مسائل جمع ومسائل ايه؟ طرح. عبارة عن كلمات جمل وبيجيلي في وسط الجمل دي ارقام، وانا باخد الارقام دي يا اما بجمعها يا اما ايه؟ بطرحها على حسب السؤال ما بيجيلي او حسب ما بيقول لي في الايه؟ في المسألة اللفظية بعد ما نقراها. طب تعالوا ناخد اول مسألة كده ونشوف بتقول لي ايه. مع أحمد 4 جنيهات ثم أخذ من والده 2 جنيه آخرين، فكم يوجد مع أحمد؟ هو بيقول لي أحمد معاه هنا كام؟ أنا قلت إيه أهم حاجة؟ هروح على أرقام وأحطها في دايرة، يبقى أول رقم معايا رقم كام؟ 4، وبعد كده هكتبهم وده رقم 2. يلا هنكتب هنا الأرقام. طب هنا جايب لي المسألة هنا بيقول لي علامة إيه؟ علامة زاد، وأنا هجمع. يلا هنحط بقى الارقام بتاعتي. واحنا قلنا خلي بالكم مش شرط ان انا احط الرقم الكبير الاول او الصغير الاول في الجمع. يبقى هنا 4 زائد كام؟ 2. احنا قلنا هعد بعد الاربعه 5 6. يبقى احمد بقى معاه كام؟ 6 جنيهات. يبقى دي المساله هنا مساله ايه؟ مساله جمع. يبقى هنا جمع. طيب تعالوا ناخد مساله تانية. بيقولي مع سلمى 5 ملصقات أعطت أختها 3، فكم تبقى معها؟ يعني هنا بيقول لي سلمى معاها 5 ملصقات، عطت أختها كم واحدة؟ 3. طب اتبقى معاها كام؟ طب احنا قلنا أول حاجة أحط الأرقام في دايرة وأشوف الأرقام الموجودة قدامي. طب هنا العلامة بتقول لي إيه؟ ناقص. يبقى ينفع أنا أحط الرقم الصغير الأول؟ لا، يبقى أنا لازم أحط الرقم الكبير الأول. طب يا ترى الكبير 5 ولا 3؟ احنا بقى شطار وعارفين، يبقى الكبير الكام؟ 5. يبقى بدأنا بالإيه؟ بالخمسة. يبقى 5 ناقص كام؟ 3. يبقى 5 هشيل منها 3. هعد من 3 لغاية ما أوصل للإيه؟ للخمسة. بعد 3 4 5. اتبقى معايا كام على إيدي؟ 2.